توصل للارتفاع ده هي الأقمار العسكرية، هما اتنين مش قمر واحد، وده معناه إن هي أقمار تجسس. سلام عليكم، إزيكم؟ في الـ 24 ساعة الأخيرة كمية أحداث مهمة جدا حصلت فوق لازم تعرفوها. معايا النهاردة أخبار حصرية بخصوص المهمة الروسي، ومعلومات مهمة جدا بخصوص إطلاق كندا لأقمار صناعية عسكرية. كمية تفاصيل مهمة جدا لازم تعرفوها، مطولش عليكم في المقدمة. أول خبر معانا بيقول إن المسبار الروسي كشف إن الصخرة دينيكينش عبارة عن صخرة مزدوجة. الكويكب دينيكينش هو عبارة عن صخرة فضائية صغيرة في حزام الكويكبات الرئيسي اللي بين المريخ والمشتري. المركبة لوسي بقى كشفت لنا إن ده جزء من نظام ثنائي. المهمة اللي بعد كده للمسبار لوسي سنة 2025، وهتوصل سنة 2027 وهتبدأ تستكشف كويكبات تغوضة. أحد الباحثين بيقول إن لما تم اختيار المسبار لوسي أصلا للطيران كان الهدف إن هما يقربوا من السبع كويكبات اللي هي كويكبات تغوضة، لكن قدرات المركبة لوسي رفعت معنويات الباحثين وبدل سبع كويكبات هيستكشفوا 11 كويكب. الخبر التاني معنا وهي دراسة جديدة عن الثقب الأسود الهائل اللي موجود في مركز مجرتنا وهو ساجيتاريوس إيه. أول صورة تم التقاطها للثقب ده كان سنة 2022، لكن الخبراء بيقولوا إن الحصول على قياسات دقيقة لحجمه ونشاطه حاجة صعبة قوي، بس النتائج الجديدة اللي توصل ليها الخبراء في معهد ماكس بلانك لفيزياء خارج الأرض قدرت تحدد كتلة الثقب الأسود ونصف قطره بدقة عالية جدا. بالتحديد كتلته بتساوي 4.2 مليون مرة كتلة الشمس بتاعتنا. واستنتج الفريق المعلومات دي من خلال دراسة الماضي المضيء الموجود في المدار الهائل بتاعها، وحاليا الباحثين متحمسين جدا بالقياسات الجديدة فيما يتعلق بتكوين الهياكل في مركز المجرة. كمان القياسات الجديدة بتقول ان اتجاه مدارات التوهجات بيشير ان في اتصال مادي مع قرص نجمي موجود بعيد عن الثقب الاسود، وبيأمل فريق الدراسة ان التوهجات اللي جمعوها هتزود المجتمع العلمي بمعلومات حوالين دوران الثقب الاسود بدقة. اخر خبر معانا بيقولوا ان الصين اطلقت زوج من الاقمار الصناعية علشان يرسموا خرائط الارض. انطلق صاروخ لونج مارش 6A فوق مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية، وبيحمل أقمار صناعية لرسم خرائط للأرض. وأعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي عن نجاح الإطلاق بعد ساعة من الإطلاق ثقة عمياء، وقالت إن هو قمر صناعي واحد مش اتنين، بس اكتشف سرب الدفاع الجوي الفضائي إن هما اتنين مش قمر واحد، وده معناه إن هي أقمار تجسس، وفضلوا يتعقبوهم لحد ما وصلوا لمدارات متزامنة مع الشمس على ارتفاع 608 كيلومتر. والأقمار الوحيدة اللي بتوصل للارتفاع ده هي الأقمار العسكرية، خصوصا ان هم استخدموا الصاروخ لونج مارش 6A، وده أكبر بكتير من لونج مارش 6، ودي أول مرحلة أساسية بتعمل بالوقود السائل في الصين تم دمجها مع معززات الصواريخ الصلبة. لازم تعرفوا ان ده الإطلاق المداري رقم 50 للصين السنة دي. الخبر اللي بعد كده معانا بخصوص وكالة الفضاء البريطانية والعقد اللي وقعته مع شركة اكسيوم سبيس. طبعا هكلمتكم عن الموضوع ده قبل كده، خلينا افكر حضراتكم ان دي مهمة برعاية تجارية وعلى متنها 4 رواد فضاء، وقائد الفضاء تيم بيك هيخرج من التقاعد علشان يقود المهمة، بس الوكالة قالت لموقع سبيس ان المهمة لسه في مرحلة التخطيط. وبيقول المتحدث باسم وكالة الفضاء البريطانية ان التكهن بافراد الطاقم حاجة سابقة لاوانها. الخبر اللي بعد كده بخصوص رحلة فيرجن جالاكتيك، دي هتبقى الرحلة التجارية الخامسة للشركة. الرحلة دي هيكون موجود فيها عالم الكواكب في معهد أبحاث الجنوب الغربي في بولدر، والباحث الرئيسي في مهمة نيو هارتز التابع لوكالة ناسا. وطبعا الرحلة دي للفضاء دون المداري، واتكلمت عنها كتير قبل كده. آخر خبر معنا بخصوص القاعدة القمرية الصينية. أذربيجان انضمت في المشروع اللي بقوده الصين واللي هيتم بنائه في الثلاثينات. الدول المشاركة في الموضوع ده الصين وروسيا وبيلاروسيا وأذربيجان وباكستان وفنزويلا وجنوب افريقيا، واكيد كل دولة هيكون ليها مساهمتها الفنية. باكستان مثلا ما عندهاش قدرات اطلاق خاصة بيها وبتعتمد على الصين في ده، وبالفعل باكستان عندها 3 اقمار صناعية نشطة في المدار.
خلينا افكر حضراتكم ان وكاله ناسا عندها تحالف خاص بيها، وهي الاتفاقيات المعروفه باسم اتفاقيات ارتمس، واللي بتحط مبادئ توجيهيه لاستكشاف القمر بشكل مسؤول وسلمي، واللي وقع الاتفاقيات دي لحد دلوقتي 29 دوله من ضمنهم استراليا والبرازيل وكندا وفرنسا والمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبيه وبريطانيا. وعلى فكره الامارات برضه موقعه لاتفاقيات ارتمس. ومن الاهداف الرئيسيه لبرنامج ارتمس هو بناء قاعده او اكتر قريب من القطب الجنوبي للقمر، واللي بيعتقد الباحثين ان هو غني بالجليد المائي. خلينا افكر حضراتكم ان المهارات والدروس المستفاده من المهام دي هتساعد وكاله ناسا في ارسال رواد فضاء للمريخ في اوائل الاربعينات. لحد ما نخلص حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.